إنه يوم غير عادي بالنسبة لأبناء محافظة المهرة، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة فتح أبواب مطار محافظتهم بعد توقفه عن العمل منذ نحو عامين جراء الحرب الدائرة في البلاد. عامين غابت عن صالاته هذه مثل هذه المشاهد. نقلة نوعية لأبناء المهرة في افتتاح أو تدشين مطار الغيضة الدولي والاستقبال كافة الرحلات الخارجية، وذلك لتقديم خدمة لكل أبناء اليمن بشكل عام للعودة إلى ذويهم وإلى محافظاتهم التي لا زالت تحت وطأة الحرب. يشكل مطار الغيضة الدولي والذي أنشئ عام 86 واحدا من أكبر مطارات البلاد من حيث المساحة واستيعاب الطائرات بمختلف أحجامها. ومؤخرا أبدت السلطات الحكومية في البلاد اعتزامها إعادة استئناف الرحلات المدنية والتجارية للمطار، وذلك في مسعى منها لتطبيع الحياة العامة بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث عمدت وبدعم من القوات السعودية المتواجدة بالمحافظة إلى إعادة تأهيل تجهيزاته الفنية والملاحية وحتى الأمنية. موجودة قوة فنية سعودية موجودين، هم اللي جاءوا هنا عشان يعملوا البنية التحتية للمطار. بدأوا بالشغلات الأمنية في البداية، تأمين المطار مخارجا، تجهيز المطار. ويمكن لتشغيل المطار أن يسهم في التخفيف من وطأة المعاناة التي يواجهها اليمنيون في تنقلاتهم وسفرهم على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكذا تسهيل وصول المساعدات الإغاثية للبلاد، وهو الذي شهد وصول أول شحنة مساعدات إنسانية في ديسمبر الماضي على متن طائرة سعودية. الفرق كثير طبعا بيحدث، لان انت عارف المنطقه مقطوعه ومنطقه شاسعه جدا. المسافر اللي بيسافر هنا من منطقه من عندك الى منطقه الجوار بياخذ له مسافات ايام، حتى الرحلات الداخليه بياخذ له الى عدن بياخذ له يومين على في الباص، وهذا معناه جدا يعاني منه الشعب هذا المنطقه في المنطقه. ومع وصول محافظ المحافظه قادما من الرياض تتعزز هذه الامال اكثر، وهو الذي تعهد لحظه وصوله بقرب اعلان الحكومه رسميا إعادة تشغيل المطار. بوصول هذه الطائرة تنتهي حالة العزلة والتوقف التي شهدتها الحركة الملاحية في مطار الغيضة الدولي منذ نحو عامين، على أمل أن تسهم في رفع المعاناة عن اليمنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من مدينة الغيضة محافظة المهرة.